دكتور يعطيك العافية، أنا بشير هيرزي ومطلوب مني حل السؤال الأول. بسم الله، خلينا أول شيء نقرأ السؤال. بحكي لي the CMOS differential, the CMOS cascode differential amplifier shown below is fabricated in a L اللي هي اللينث الذي يعطيني إياها 0.18 مايكرومتر. هاي اللينث تاع المينيموم لينث تاع الكاسكود معطيني إياها. وبحكي لي for which ال KN معطيني إياها equal 4 KP وقيمة ال KN 400 مايكرو أمبير لكل فولت سكوير، و VT معطيني إياها نص فولت و VA 10 فولت لكل مايكرو متر. If the bias current اللي هو هذا ISS equal ل 200 مايكرو أمبير وكل الترانزستورز عندي إياهم اللينث تاعهم لكل واحد فيهم ضعف المينيموم لينث هذا، تمام، معطيني إياها معلومة، و ال V voltage over drive معطيني إياها 0.2 فولت، وطالب مني ألاقي W على L من الديفايسز من M1 ده M8، وكمان مطلوب مني الجين. بس خليني انا اول اشي اطلع ايش المطلوب الاول اشوف شو بصير معي. خلينا نكتب القانون اول اشي، خلينا نكتب القانون تاعها نشوف شو بصير. W على L equal to ID على مدام احنا نحسبها للN للNMOS رح يكون عندي KM voltage over drive square، تمام. انا بستحسبها هنا عندي لجهة الانموس بس، هدولة هلا كمان شوي بحسبها لجهة البيموس. خلينا نشوف شو بصير. وبما انه يعني انه عندي الكارنت فيه بيمشي من هنا نفس الاشي وهنا نفس الاشي، لانه هنا مفروض ايش يكون عندي 200 يرجع لي اياهم من هون 100 يعني، ومن هون من هون 100 عشان يصير عندي 200 مايكرو امبير هنا. فهذا الكرنت الماشي هنا راح يكون 100 والكرنت الماشي هون راح يكون 100 وعندهم نفس اللينث كمان هم، خليها معلومه عندنا. فالدبليو ال لهي المجموعه الدبليو على ال لهي المجموعه كلها راح يكون على هذا القانون نفسه، يعني هاي راح تكون 4 M1 ل M 4 عندي. خلينا نعوضها قبل القانون. equal 2 ضرب الكرنت اللي عندي اللي هو 1 ضرب 10 قوة ناقص 4، خلينا نكتب 10 قوة ناقص 4 على الكيان. الكيان معطيني اياها 400 طبعا مايكرو، خلينا نعملها هيك 4 ضرب 10 قوة ناقص 4 ضرب للفولتج اوفر درايف معطيني اياها 0.2 سكوير. وخلنا نحسب هاي قيمتها شوية بس. وطلعت معاي 12.5. هلا هاي الحكي للمجموعة هاي اللي عندي هنا. خلينا نشوف اللي فوق عند البيموس. نكتب قانونها W على L equal 2ID على كافي voltage over drive square equal عندي 2 نفس الاشي لانه نفس الاي درين نفسه، 2 ضرب 10 قوة ناقص 4 على هون. هلا في عندي اختلاف، قبل كانت 4 هلا عندي 1، هون راح يكون 1 ضرب 10 قوة ناقص 4، هون 4 زي ما شفنا، هلا هون عندي 1 ضرب 10 قوة ناقص 4 ضرب 0.2 سكوير إيكوال. طلع معي 50، تمام. هاد بالنسبة للمطلوب الأول. نمشي هون نروح الصفحة الثانية وخلص نروح الصفحة الثانية. خلينا هلأ نحسب ال جي ام. شو الجي ام عندي؟ جي ام هاي اسمه عفوا نوضح لهاي جي ام ايكوال 2 اي دي على فولتج اوفر درايف ايكوال 2
ضرب 1 ضرب 10 قوة ناقص 4 على 0.2، واللي جوابها راح يطلع واحد ضرب 10 قوة ناقص 3 أمبير لكل فولت. تمام، هلا خليني أطلع كمان الـ R O. خلينا نشوف الـ R O عندي، R O equal V A ضرب L. هلا ال هاي مش 0.18، ننساش انه لازم نضربها بايش؟ باثنين على اي دي، اللي هي ايكوال 2 ضرب ايوه 0.18 تمام ضرب 10 قوة ناقص 6. هلا هاي الاثنين بالال ضرب الفي اي اللي هي عندي اياها ايوه اللي عندي اياها ايوه 10 قوة 10 ضرب 10 عفوا 6، لان هي ليش 10 ضرب 10 قوة ناقص 6 قوة 6 على مايكرو، يعني 10 قوة ناقص سالب 6 بتطلع فوق، 10 قوة 6 على الـ ID اللي هي 1 ضرب 10 قوة ناقص 4 أمبير. وجواب هاي بيطلع عندي بيطلع عندي 36 ضرب 10 قوة 3 أوم. تمام، هلا صار عندي أنا هاي المعلومات. خلينا نيجي نحسب الجين. شو القانون تبعه؟ ولا شيء، خلينا نكتبه بس عشان نعرف شو الناقص منه ونكمل عليه. إيكون دي ام اب ار. تمام، هلا انا كيف ممكن اطلع الار ثيفنين اللي عندي هنا؟ شو بدي اعمل؟ راح اعمل انه اطفي السورس اللي عندي ويصير عندي جراوند هون وجراوند هون، تنقسم السيركت زي هيك، زي هاي الرسم اللي عندي هون، راح تصير عندي هيك، يعني طفيت السورس صار عندي جراوند هون، واكيد هون صار عندي جراوند. تمام، وعندي هاي الجهة بعد راح احسب لها الار لحالها زي ما اخذنا قبل، اللي ار عند ال عند البيموس ار بي، وهاي عند ار ايش؟ ار عند الانموس ار ان اللي عندي من هون هيك تحت، هاي كلها ار ان، وهاي اللي عندي فوق ار بيموس. خليني اشوف الار عند الانموس اول شيء، مش مشكله. ار انموس عندي اياها ايكوال جي ام 3 R output 3 R output 1. طبعا هذا عندي هنا estimation، وما انه انا هلا عندي بالسؤال ال idle نفس الاشي وال VA نفس الاشي، كله ال GM عندي اياها بهاي المسألة كلها، ال GM 1 من 1 ل 8 عندي اياها equal نفس الاشي ال 1 ضرب 1 ضرب 10 قوة ناقص 3. تمام، هلا هاي شو جوابها؟ equal اجيب الكالكوليتر بس ايوه خلينا نكتب الارقام احسن، 1 ضرب 10 نقوم وناقص 3 ضرب، والار اوت طبعا عندي اكيد نفس الاشي اللي هي 36 اللي هي هنا ضرب 10 قوة 3 هاي كلها سكوير، اللي هي بيطلع الجواب النهائي ايكوال 1296 ضرب 10 قوة 3 اومز. تمام، خليني هلا احسب ال ار عند البيموس عشان اطلع الار ثيفنين لهاي. ار بي ايكوال جي ام 5 ار او 5 بي ار او 7 اللي هي ايكوال، طبعا اكيد عند الجي ام نفس الشيء والار نفس الاشي اللي هون واللي هون مع اللي فوق بتساوي، راح يطلع معي ايش؟ نفس الجواب اللي هون. إيه كلش نغلب حالنا ونحسب 1 2 9 6 ضرب
10 قوة 3 أوم. تمام. هلأ شو ضل عندي؟ الجي أم. الجي أم هاي إيش؟ مهم نعرفها نحن، اللي هي 1 ضرب 10 قوة ناقص 3. تمام. والآر ثيفنين هاي الآر الأولى والآر الثانية، كيف بطلع الآر ثيفنين هدول؟ هدول طبعا زي ما أنا شايفهم هدول بارلل مع بعض، مشبوكين على البارلل. خلينا نحسب لهم إيش؟ الآر ثيفنين اللي هي 1 2 6 10 قوة 3، هي كلها سكوير على مجموعهم. هي كلها ضرب 2، مضروبهم على مجموعهم. تمام. اللي هي ايكوال سيكس فور ايت ضرب 10 قوة 3 اوم. تمام. هلا ما ضل الا اعوض بالقانون اللي عندي، اللي هي A دي ام ايكوال 6 4 8 ضرب 10 قوة 3 ضرب 1 ضرب 10 قوة ناقص 3، اللي هي اجت من ايش؟ من الجي ام. تمام. وبطلع الجواب عندي الجين 6 4 8 فولت لا قول الجين عندي 6 4 8. مفهوم. شكرا لك، يعطيك العافية دكتور.